بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نتابع الكلام عن منهج الإمام أبي المظفر السمعاني الأصولي، منهجه في كتابه قواطع الأدلة. سأتكلم في هذه المحاضرة عن منهجه في تحرير مسائل الخلاف وذكر المذاهب في المسألة الواحدة، في المسألة الخلافية. في الواقع يتلخص منهجه في هذا الأمر أن الإمام أبا المظفر السمعاني لم يكن في المسائل الخلافية في علم الأصول لم يكن يستوعب جميع المذاهب في المسألة، بل حتى أنه لم يذكر أغلب المذاهب في المسألة الواحدة. وهذا يعني سلكه في معظم كتابه، بل إنه في بعض المواضع لم يتطرق إلى الخلاف أصلا في المسألة، لكن هذا قليل. الأكثر أنه كان يتطرق إلى الخلاف لكن لم يكن يستقصي المذاهب في المسألة كما قلت. طبعا ويمكن أن يعتذر للإمام أبي المظفر السمعاني عن هذا الأمر بأن الإمام أبا المظفر السمعاني أراد بذلك الاختصار والتيسير على القارئ، هذا فضلا عن أن استقصاء الخلاف والمذاهب في المسائل الخلافية يعني أمر صعب جدا، يعني حتى أن الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط حاول أن يستقصي المذاهب كلها في المسائل الخلافية، لكن في بعض الأحيان أو ربما في يعني أغلب الأحيان لم يستطع أن يستوعبها كلها، مع أن كتابه يعني كتاب معروف أنه موسوعة في الأصول، يعني أخذه من ما يقارب 500 كتاب، لكن مع ذلك يعني في بعض المسائل قصر في ذكر جميع المذاهب في المسألة الخلافية. طبعا وهنا ثمة أمثلة ممكن أن يمثل لها على صنيع الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله. مثلا عندنا في مسألة الأمر هل يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار، الإمام السمعاني ذكر 3 مذاهب، بينما المسألة فيها ثمانية مذاهب. في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ذكر اقتصر على مذهبين فقط، بينما المسألة أيضا فيها 8 مذاهب كما ذكرها الزركشي في البحر المحيط، وهكذا غيرها من المسائل. طبعا هذا الذي ذكرته قبل قليل هو خلاصة ما ذكره أحد الباحثين في دراسة حول الإمام السمعاني التي ذكرناها من قبل، وهي دراسة بعنوان منهج الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في الأصول الفقه. طبعا هذه تقدم رسالة من الدكتور، رسالة الدكتوراه أو جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه، تقدم بها الباحث عمر غني سعود العاني في الجامعة الإسلامية ببغداد كلية الفقه وأصوله. هنا عندنا في الصفحة 199 آلي، وبالترقيم العادي الصفحة 185، ذكر هذا الكلام عند المبحث في المبحث الثالث. قال منهجه في تحرير مسائل الخلاف، ثم ذكر هنا أنه سيذكر هذا الكلام في مطلبين. الأول ذكر بعض مذاهب المسألة، يعني اقتصار سمعاني على ذكر بعض المذاهب في المسألة، ثم هنا المطلب الثاني يذكر ذكر أغلب المذاهب في المسألة. طبعا ولا بأس أن نمر على هذا الكلام يعني الذي قلناه منذ قليل، نمر عليه من كلام الباحث. الباحث هنا يتكلم هنا في مبدأ الكلام، هنا في المبحث الثالث منهجه في تحرير مسائل الخلاف، يعني منهج الإمام السمعاني في تحرير مسائل الخلاف. هنا يبدأ الباحث فيتكلم عن صعوبة تحرير مسائل الخلاف،
يعني وكأنه يمهد للعذر للإمام السمعاني أنه لم يستوعب جميع المذاهب في المسألة الخلافية أحيانا كما ذكرنا. هلأ هنا يذكر أنه لماذا هذا؟ أنه بيقول هنا ليس هذا بالأمر السهل، أنه هو تحرير محل الخلاف، مسائل الخلاف وبيان يعني تحرير مسائل الخلاف. هنا يذكر أنه يقتضي بيان خلاف العلماء في مذهبا مذهبا وذكر القائلين بذلك المذاهب وذكر القائلين بتلك المذاهب وبيان محل النزاع إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك. وهنا يقول وهذا وليس هذا بالأمر السهل في كثير من الأحيان، إذ في كثير من المسائل تتضارب الأقوال عن العالم الواحد مع صعوبة الجزم بنسبة أحد تلك الأقوال إليه، وربما اختلف في نسبة تلك الأقوال تلامذة العلماء المعروف عنهم دراية مذهب إمامهم. يعني هنا ذكر عدة أسباب لعدم الإحاطة ولعدم استيعاب الأقوال في المسألة الخلافية الواحدة، أنه هذا أمر صعب لأنه أحيانا تتضارب الأقوال عن العالم الواحد لاختلاف ما تلامذته مثلا في نقل مذهب الناس، بعض من التلاميذ ينقل عنه مثلا الجواز، بعضهم ينقل عن خلاف ذلك وهكذا، وبالتالي يصعب الجزم بأنه هذا العالم له هذا القول أو ذلك القول. فهذا من الأسباب يعني التي ذكرها هنا الباحث من الأسباب التي ذكرها من أسباب التي ذكرها في صعوبة تحرير استيعاب المذاهب في المسائل الخلافية. وفضلا عن ذلك بيقول لك انه هنا يقول انه هنا لم يهتم الامام السمعاني، لم يهتم بهذا الجانب، جانب انه استيعاب المذاهب في المسألة الواحدة، كما اهتم كاهتمامي بذكر الأدلة والشواهد والردود والطعون على الخصم. يعني ها يعني هو اولى الاهتمام بذكر الأدلة للمسألة والشواهد لها والردود على المخالفين وما الى ذلك، أكثر من اهتمامه باستقصاء الأقوال في مسألة واحدة. هذا فضلاً عن أنه إيش هنا يقول أنه هو أراد كان تصرفه في مسائل الخلاف مبنياً على اختصار كما قلنا قبل قليل، وسيأتي على هذا بعد قليل أيضاً. ثم يأتي هنا للمطلب الأول بعنوان ذكر مذاهب العلماء في المسألة. يعني هنا الباحث أن يتكلم يعني أن الباحث هنا سيتكلم عن منهج الإمام السمعاني في تحرير مسائل الخلاف في عدة مطالب. المطلب الأول ذكر مذاهب العلماء في المسألة، أنه الإمام السمعاني يذكر آراء العلماء في المسألة الأصولية طبعا، وهذا في المسائل الأصولية الخلافية. فهنا يذكر أنه الإمام السمعاني اعتاد أن يذكر الخلاف في جميع مسائل كتابه، لكنه طبعا هنا لم يلتزم بذكر جميع المذاهب المسألة ولا حتى أغلبها، إذ وجدته يذكر بعض مذاهب المسألة ويعرض عن باقيها، وهذه سمة غالبة على تصرفه في كتابه كما ذكرنا. ثم يذكر هنا له العذر فيقول أنه تحرى الاختصار والتيسير على القارئ كما ذكر من قبل. هذا فضلا عن أن الوقوف على جميع مذاهب العلماء في المسألة الواحدة أمر متعذر كما سبق الإشارة إليه، وأن هذا الإمام الزركشي نفسه حاول استيعاب المذاهب في كتاب البحر المحيط لكن لم يستطع، ففاته من المذاهب الكثير كما يقول الباحث. ثم هنا يمثل على هذا الذي يعني على هذا الذي قاله. إذا الفقرة هذه فقرة ألف هي أنه سيضرب الباحث أمثلة على أن الإمام السمعاني اقتصر على ذكر قولين أو ثلاثة في المسألة، ثم سيأتي الباحث بأمثلة أنه لا، الإمام السمعاني ذكر أغلب المذاهب في المسألة وإن لم يكن استقصى فيها. فهنا لما يتكلم عن أنه الإمام السمعاني ذكر بعض مذاهب المسألة بيتكلم هنا عن قضية، يضرب عند الأمثلة مثل اقتضاء الأمر التكرار، ذكر فيها ثلاثة مذاهب بينما في المسألة سبعة مذاهب عند البحر المحيط بل ثمانية كما يذكر الباحث. فهنا الإمام السمعاني يذكر أنه المسألة أن في هذه المسألة يذكر ثلاث مذاهب
سلاسة مذاهبه هي أن الأمر لا يفيد التكرار على قول أكثر أصحابنا، وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإصفراني، وقال قد قال بعض أصحابنا إنه يفيد التكرار ولا يحتمله. فهذه سلاسة مذاهب فقط. وهنا ثم يأتي الباحث فيقول لا، المسألة لسه فيها أكثر، فيها مذهب رابع وخامس وسادس وسابع وأيضا ثامن. مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، يذكر الإمام السمعاني أنه فقط مذهبين، مذهب بأنه هم مخاطبون ومذهب أنهم غير مخاطبين، مع أن هذا هو كلام السمعاني. هنا يقول البحث قال بعد ذكر ما يفيد القول بمخاطبتهم، أي أنهم مخاطبين، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يقول السمعاني وهذا قول أكثر أصحابنا وسيم أصحاب أبي حنيفة، وقال طائفة منهم إنهم لا يلحقهم خطاب الشرعيات بحال، وهو اختيار أبي حامد الإسرائيلي، وأما المتكلمون فأكثرهم معنا في هذه المسألة. فهذا هو الذي اقتصر عليه، بينما هنا يذكر الباحث أن الزركشي أوصل هذه المسألة، أوصل الأقوال فيها إلى ثمانية أقوال أو ثمانية مذاهب، اقتصر منها اقتصر الإمام السمعاني اقتصر على مذهبين فقط. ثم يزيد هنا مسألة ثالثة لم نذكرها نحن، اللي هي قضية انقراض العصر في الإجماع، هل يشترط انقراض العصر في الإجماع أم لا يشترط؟ يقول أن الإمام السمعاني ذكر أربعة مذاهب، بينما المسألة فيها ثمانية مذاهب أخرى. طبعا هنا يتكلم أنه يأتي الباحث هنا بكلام السمعاني أنه يقول أنه انقراض العصر ليس بشرط بصحيح الإجماع في أصح المذاهب لأصحاب الشافعي، ومن أصحابنا يقول من قال بأن انقراض العصر شرط، ومنهم من قال إن كان قولا من الجميع لم يشترط انقراض العصر، وإن كان قولا من بعضهم سكوتا من الباقين اشترط، وقال بعض أصحاب الشافعي إنه ينعقد قبل انقراض عصره. المهم هنا يذكر أربعة أقوال، ثم يذكر الباحث أنه لا، لسه في أربعة أقوال أخرى، أنه منها المذهب الخامس إن بقي من مجتمعين العدد الكثير بعدد أهل التواتر لم ينعقد، وإن بقي القليل انعقد، السادس السابع الثامن، هذه من أحب أن يقرأها. ثم يذكر الباحث هنا أنه السمعاني أحيانا كان يذكر أغلب المذاهب في المسألة وإن لم يستقصها، يعني عكس الفقرة الأولى أنه فقط يقتصر على قول أو على قولين أو ثلاثة، هنا لا، أنه في بعض المسائل يذكر أغلب الأقوال في هذه المسألة. ثم ضرب الباحث ثلاثة أمثلة على ذلك. مسألة الحظر والإباحة أنه الإمام السمعاني ذكر فيها ثلاثة مذاهب وهي ليس فيها أكثر من ذلك، وذكر مسألة تصويب المجتهدين أن الإمام السمعاني ذكر فيها ما مذهبين، أن كل مجتهد مصيب، هذا المذهب الأول، الثاني أنه ليس كل مجتهد مصيب، وأنه الإمام أنه المسألة ليس فيها أكثر من هذين القولين. ثم ذكر المسألة، ضرب المثال الثالث وهو مسألة صيغة الأمر، انه هل الامر صيغه ام لا، انه السمعاني ذكر فيها ثلاثه مذاهب، انه الاول انه لها الامر صيغه، الثاني ليس له صيغه، المذهب الثالث وهو الوقف، وانه هذا ايش، انه الباحث لم يقف على اكثر من هذه المذاهب. على كل نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضره، وسنرجع الى هذه الامثله الثلاثه في المحاضره القادمه لنتوسع فيها ان شاء الله.